وآخر فقراتنا مشاهدينا خصصناها لحتى نحكي وخصوصا بهذا الشهر وشهر تشرين الثاني هو شهر التوعية لسرطان البروستاتا عند الرجال. قد ايه مهم اليوم التوعية والكشف المبكر عن هذا المرض الصامت يلي بيصيب أغلب الرجال وخصوصا مع التقدم بالعمر. دائما نحن مننوه وأهمية التوعية والكشف المبكر قبل ما يوصل المرض لمراحل متقدمة وبالتالي بتصعب عملية الشفاء. أكيد يا عفاف، اليوم نحن تشرين أول تشرين ثاني بالشهر العاشر، كنا بالشهر الوردي للكشف المبكر على سرطان الثدي وهو شهر التوعية، واليوم نحن بالكشف المبكر لنوع آخر من أنواع السرطانات. اليوم عم نحكي عن مرض صامت، يعني يتم اكتشافه عن طريق الصدفة ببعض الأحيان، واليوم سرطان البروستات هو ثاني أشيع أنواع السرطانات. اليوم شو أهمية التوعية، رحلة العلاج، وهل ممكن وقائيا يفيد هاي الحاله من انواع السرطانات، وعلاجيا شو ممكن يتصرف الطبيب. كل هدول المعلومات وغيرها حيجاوبنا عنها ضيفنا لليوم وهو الدكتور محمد عزام وحضرته استشاري جراحه كلى ومسالك بوليه. يسعد صباحك حكيم واهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحكم وصباح الاخوه المشاهدين. صباح الخير دكتور. يعني اليوم بس نسمع بسرطان شو ما كان نوع هذا السرطان دائما في خوف ورهبة من الكشف المبكر او التشيك اب كل سنة او كل 6 شهور عن هذا الموضوع. اليوم خلينا نعطي تعريف بسيط عن سرطان البروستات كرمال كل الرجال ما يكون في خوف من هذا الموضوع، وبالعكس انه يمكن كل ما كان كشف مبكر عنه كل ما قلت الخطورة اكثر. ذكرتي حضرتك هلأ أنه هو مرض صامت، تمام. معظم الحالات بكون فيها صامت، وهي المشكلة اللي منواجه فيها خطورة هذا المرض. هلأ بشكل عام البروستات، لنوضح للأخوة المشاهدين، البروستات هي عبارة عن غدة بحجم حبة الجوز تقع تحت المثانة، هي جزء من الجهاز التناسلي عند الرجال، إلى دور في موضوع الإخصاب تماما، هي ما لها علاقة دور بالتبول وما لها علاقة دور بموضوع القوة الجنسية عند الرجال، لكن لها دور بالإخصاب. هذا المهم كتير نعرفه، لأنه في كتير رجال بيخافوا من علاج البروستات خوفا من حدوث ضعف بموضوع القدرة الجنسية عند الرجل. موضوع السرطان بشكل عام مخيف عند الناس، بنلاحظ انه هو بشكل ارق لانه العلاج بيكون احيانا غير شافي 100%، لكن بموضوع سرطان البروستات انا بحب اوضح هي الفكره واكد عليها، انه احيانا كثير من الحالات وخاصه لما بنكتشف بفتره مبكره بمراحل المرض بشكل مبكر بيكون العلاج 100% شافي، وهو بكل الأحوال هو مرض خبيث لكن بطيء يعتبر، فنسبة الوفاة بطيء النمو ولا بطيء الظهور؟ بطيء النمو. الظهور بيكون صامت 47% من الحالات، وهي بتشكل إشكالية، لكن نحن حنوضح هلأ بهي الفقرة عن كيف أنه نكتشف المرض إذا كان موجود بفترة مبكرة، فبالتالي نتدارك موضوع نصل لمراحل متقدمة ونعجز عن العلاج بشكل كافي. قبل ما نعرف كيف نكتشف هاي القصة، يعني اليوم هل في أعراض ممكن تظهر على المصاب؟ يعني هل في أسباب اليوم ممكن تؤدي لهي الحالة؟ تمام، لنحكي نحن عن الأعراض، لكن أعراض غير كافية وغير محدده تماما. ليش يعني هلا انا لانه بتتشابه مع كثير امراض، وهون بيجي دور الطبيب طبعا لحتى يميز بين الموضوع السرطان البروستات او امراض ثانيه. بيجي المريض لعنا بيشعر احيانا بتكرار تبول، يعني وخاصه بالليل، يعني بفيق كثير بالليل على التواليت، بيقول انه انا صرت في اكثر من مرتين ثلاثه واحيانا 10 مرات. هون بنتشابه مع اعراض السكر طبعا، مع كثير اعراض ثانيه، يعني خلل مثل ما تفضلتي بالسكر، ضخامه بروستات حميد، نعم، تضيق بالاحليل، مثانة عصبيه، التهابات، حصيات، فكثير في تشابك مع امراض ثانيه، فنحن ما بدنا انه كمان المريض يقلق لما بيظهر عنده هي الاعراض، لكن هي منبه حتى يراجع طبيب ويتم تحديد
بدقة السبب حتى يتم العلاج بفترة مبكرة. أحد الأعراض مثلا بيلاحظ المريض أنه في دم هيماتوريوريا مع البول، دم بالبول، نعم، أو هيماتوسبيريميا، دم خلال العلاقة الحميمة مع الزوجة، أو أحيانا بيلاحظ في حرقة بالبول، بيلاحظ أنه ما عاد يقدر يمسك حاله، أنه فجأة بحس حاله محصور لازم فورا يفوت على التواليت. في أعراض طبعا ألم أسفل البطن أو منطقة العيجان، وفي أعراض أحيانا بتكون عامة مثل أنه بيفقد الشهية، بينقص وزنه بدون سبب معين، بالإضافة للأعراض الموضعية اللي حكيت. محيرة دكتور اليوم هاي الأعراض. هون بيجي دور الطبيب. هلأ هي منبهات، نحن فينا نعتبرها منبهات للمريض لحتى يراجع الطبيب، والطبيب بيحدد السبب وبتم العلاج. لكن أنا بحب طمنه أنه هي ما هي أعراض محددة بسرطان، يعني معظم الحالات بتكون في أسباب كتير أخرى غير سرطان البروستات، فما في داعي إذا لاحظ هاي الأعراض أنه يقلق، لأنه اليوم عم تتشابه بحالات ثانية كتير يعني. بتتشابه. هون بيأتي دور التحاليل والفحوصات والمسح اللي بيقوم فيه الطبيب. أحيانا مثل ما قلنا في 47% بتكون صامتة، فنحن مننبه الرجال بعد عمر 50 أنه يعملوا مسح. يعني أحيانا بيجي الطبيب عم يفحص الكلى، نعم، راجعنا لعرض غير اللي ذكرناهن، عم يفحص الكلى نتيجة حصات بالكلى، أو عم يفحص أي جزء نتيجة حرارة، عرض معين، نعم، بعيد عن الموضوع البولي. لكن خلال الفحص والمسح اللي بنقوم فيه بنلاحظ أنه في عنده سرطان، هو بيكون صامت، يعني ما في له أي أعراض. هلأ بهيك حالات لما بنفحص وبيتم الكشف بفترة مبكرة بيكون العلاج شافي 100%، وهي الميزة اللي كتير مهمة يلي لازم يلتزم فيها الرجال يعني بشكل عام. طيب دكتور، خلينا نعرف نمط الحياة اليوم قد ايه ممكن يأثر على كتير من الشباب والرجال يلي عايشين نمط حياة ممكن يكون خاطئ، أو الأغذية ممكن تكون مضرة. ممكن اليوم نمط الحياة يأثر على نسبة زيادة الإصابة بالمرض؟ تماماً، كتير مهم السؤال هاللي طرحتي حضرتك، لأنه نحن بيسألونا كتير، في ناس عندهم قلق بيرجوا على العيادة إنه دكتور شو نحن لازم نعمل حتى نتفادى من أسباب سرطان البروستات. طبعاً سرطان البروستات هو معظم الحالات غير معروف السبب، بيتم في تكاثر الخلايا بشكل عشوائي وبيتحول لموضوع سرطان، لكن في ريسك فاكتور، هي عوامل خطورة، يعني لما بيمارسها الرجل أو بتكون موجودة عنده هي العوامل، فهو مهيئ أكثر من غيره ليصير في عنده سرطان بروستات. هون الملاحظة أنه لازم يهتم فيها، أنه لازم يعمل مسح ومتابعة دورية عند الطبيب، لأنه في عنده نسبة خطورة أعلى من غيره. نسبة الخطورة اللي بنحكي فيه عنهم وفق الجمعية الأمريكية، تم الابحاث على عدد كبير من المرضى، فوجدوا أنه القصة العائلية كتير مهمة، الفاميلي هيستوري، يعني اللي عنده قرايبه، عموم، خوال، أخ، درجة قرابة أولى فينا نعتبرهم شخص أو شخصين مصاب بمرض البروستات، فهو عنده قابلية أكثر من غيره ليصير. صار مؤهل هون دكتور هو لحتى ينصاب يعني بهذا المرض. طب هون هو ما عنده طرق وقاية إنه يعرف حاله إنه أنا ممكن أوقي حالي لحتى. تماماً، نحن نحكي هلأ عن طرق الوقاية، هي الدور الطبيب يأتي هون. العامل الخطورة الثاني هي الجنس، العرق، عفواً، العرق الأسود، يعني فينا نعتبر الأفريقيين هن أكثر عرضة، فيعتبر من الريسك فاكتور. السمنة اللي بيعانوا من بدانة مفرطة كمان هن عندهم نسبة حدوث سرطان بروستات بنسبة أكبر. نوعية الغذاء كتير مهم، نوعية الغذاء الأورجانيك فود، يعني الأكل العضوي الصحي اللي خالي من الهرمونات، اللحوم الخالية من الهرمونات، هي كتير لها دور إيجابي. بينما على العكس تماما، اللي فيها نسبة هرمونات عالية بتزيد نسبة حدوث السرطان. التدخين بيزيد نسبة حدوث الأغذية اللي بيتناولها الشخص، بنسميها saturated fat، يعني الدهون المشبعة. هي فيهم الرجال يطلعوا عليها،
يحاولوا يبتعدوا عنها. هاللي مثل فينا نعتبر زيت النخيل، هي من الدهون المشبعة، هي بتزيد نسبة حدوث سرطان البروستات. الدهون الجبنة الزبدة هي بتزيد النسبة. على العكس تماما، ممكن يتناولوا الانساتوريتد فات، هاللي هي دهون غير مشبعة، هي تعتبر صحية أكثر، هي بتقلل نسبة حدوث سرطان البروستات. مثل زيت الزيتون، ونحن منتشر عندنا كثير هي الأغذية، زيت الذرة، زيت دوار الشمس، هي صحية تعتبر أكثر. طيب. فالنمط الغذائي، النمط الغذائي البداني، هي كثير حالات يعني بتزيد من ريسك فاكتور، فبالتالي لازم المريض الرجال بشكل عام يتجنبوها، خاصة بعد عمر 45 سنة. طيب حكيم، اليوم دائما يعني نضوي على موضوع النسبة العمرية، يعني مين هن الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض؟ ودائما بنسمع اليوم انه في حالات وفاه، اليوم ما بنحكي بالنسب اكيد، ولكن كبار العمر يعني بيقولوا سبب الوفاه كان عنده ضخامه او اصابه بسرطان البروستات. هو سرطان البروستات بصيب الرجال بعد عمر الـ50، قبل عمر الـ50 نادر جدا جدا بشكل عام. كل ما تقدم بالعمر كل ما بزيد نسبة حدوث سرطان البروستات. عن طبعا الفئة معينة اللي تحدثنا عنهم بيعانوا من ريسك فاكتور. هلا العرق الأسود أو اللي بيعانوا من فاميلي هيستوري، يعني قصة عائلية، لازم يعملوا متابعة بعد 45 سنة. المتابعة هون دورها كتير مهم، لأنه نحن ممكن نكتشف سرطان البروستات بمراحل جدا باكرة، فبالتالي العلاج بيكون شافي 100%. هاي النقطة بدنا نوقف عندها دكتور، انه نكتشف اليوم طريقة الكشف المبكر، خلينا نقول عن هذا سرطان البروستات عند الرجل، مشان ما يصير فيه كتير تخويف من هذا الموضوع، اليوم كيف بتتم عملية الكشف عن هذا السرطان؟ فقط متابعة كل 6 أشهر عند الطبيب الجراحة البولية بعد عمر 50 سنة، سواء في أعراض أو ما في أعراض. تمام. لأنه قلنا أحيانا من كثير من الأحيان صحة دكتور بيكون صامت، فنحن لازم يتابع بعد عمر 50 سواء في أعراض أو لا، لكن اللي بيظهر عنده الأعراض هو أولى أنه يراجع الطبيب. إذا في عنده قصة عائلية أو هو من العرق الأسود، يفترض بعد عمر 45. شو التحاليل اللي لازم يعملها دكتور؟ الطبيب هون بيقوم بفحوصات مخبرية مثل بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين BSA، طبعا معروف عند معظم الرجال، يعني انا معظم الرجال بيجوا احيانا بيكون عامله وجاي عامل التحليل وجاي لعندي. تمام. فبنلاحظ في صار انتشار لثقافه هذا الموضوع، فكثير هي علامه ايجابيه. هذا التحليل بكثير عامل منبه لوجود سرطان البروستات، لكن انا ليش بدعو انه يزور الطبيب؟ لانه احيانا كثير بيكون مرتفع وبيكون المريض الآن، لكن ما بيكون في عنده سرطان بروستات، يعني هذا التحليل ممكن يرتفع لأسباب كثيرة غير سرطان البروستات، مثل ما تحدثنا عن الأعراض، إنه ممكن تكون الأعراض متواجدة غير سرطان البروستات، فما في داعي للقلق، حتى إذا ارتفع ما في داعي للقلق، لكن هون بيجي دور الطبيب إنه بيميز هل هو سرطان البروستات أم هو سبب آخر من أسباب كثير اللي بترفع البي إس إيه. الطبيب بيقوم بفحص البروستات بشكل مباشر عن طريق جس البروستات بإدخال الفحص عن طريق المستقيم، بيفحصها بشكل مباشر، كمان له دور كتير مهم بالفحص والكشف المبكر. بعدين الطبيب بيقوم بطلب إذا في حاجة طبعا لسي تي سكان أو ام ار اي للمرنان الطبقي، صور الأشعة، وبالإضافة آخر شيء هو الخطوة اللي كتير مهمة هي الخزعة البروستات. بروستاتيك بيوبسي هي القرار النهائي يلي بتجزم، يعني نحن ما فينا نجزم إنه في سرطان بروستات لبعد الخزعة. بدون الخزعة. طيب خزعة أساسية. تم أخذ الخزعة وتم إثبات اليوم إنه في حالة سرطان بروستات عند هذا الشخص، اليوم علاجياً رحلة العلاج كيف تبلش؟ العلاج بداية بيتم في عدة مراحل للعلاج، إما علاج جراحي أو هرموني باعتبار البروستات بتتغذى على هرمون التستوستيرون. حسب مرحلة المرض؟ هاي تماما حسب مرحلة المرض، حسب الستيج بنسميها مرحلة المرض، الجريد درجة المرض، نوعه، في عدة أنواع للمرض.
فهون نحن بننتقي العلاج الأنسب، هل هو هرموني أو كيموثيرابي، علاج كيماوي أو أشعة أو جراحي. نعم. لكن لما بنكون نحن بمراحلنا الباكرة فالعلاج شافي 100%. هي الملاحظة اللي المريض لازم يهتم فيها، لأنه بتريحه نفسيا تماما. طبعا التحديد المرض بيتم بعد إجراء الخزع، لكن في كتير مرضى بخافوا من الخزع، إنه إذا كان في مرض حتنتشر يعني في سؤال شائع. ليش دائما نحكي في هذا اللغط الطبي إنه اليوم يعني الخزعة عم تكون سبب انتشار للمرض، أو حتى جراحيا التدخل الجراحي من قبل الأطباء عم يكون سبب لانتشار المرض؟ لا. هذا الشيء كتير شائع إنه هو، لأنه بصير في لغط بين كانسر بأماكن معينة وبين البروستات. سرطان البروستات الخزعة منه آمنة 100%، ما بصير فيها انتشار تماما، لانه نحن بناخذها بطريقه معينه. طبعا هي عباره عن اجراء بيتم بالمشفى بتخدير موضعي او عام، مدته من 5 دقائق إلى 10 دقائق، اجراء بسيط ما له مخيف وما بيتم فيه انتشار للمرض. هن بصير في لغط بين امراض ثانيه الخزعه تسبب انتشار وبين البروستات. بالنسبة للبروستات ما بيتم فيه انتشار. أكيد. بالختام الدكتور، أهم شيء اليوم أهم شيء هو الفحص المبكر عن هذا المرض، وكل ما كان اكتشاف هذا المرض بطريقة مبكرة أكثر، كل ما صارت رحلة العلاج والشفاء ونسبة الشفاء أكبر بكثير. بنتمنى السلامة لجميع المشاهدين والصحة. شكرا لك دكتور وأهلا وسهلا فيك. شكرا دكتور محمد لحضورك اليوم، ودائما بهذا الشهر رح نحاول دائما نكثف ونضوي على هاي الحالة كرمال تكون التوعية للناس عند الناس أكبر. شكرا لحضورك وسلامي للجميع. أكيد. شكرا لكم، شكرا على الموضوع المهم. شكرا. أهلا وسهلا فيك.